تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر وامتنان من الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى سموه أسمى عبارات الشكر وعظيم العرفان لما تفضل به سموه من حرص ومتابعة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بصرف المساعدات والدعم للصيادين ومساعدتهم في حل قضاياهم. وأكد معاليه في برقيته أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدائم للمواطنين في مختلف الظروف لهو محل فخر واعتزاز، وسيظل على الدوام نبراسا للعمل الوطني الجاد الداعم لنهضة الوطن المباركة ومنهجا للولاء والإخلاص لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، سائلا معاليه الله تعالى أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمام الصحة وموفور السعادة، وأن يبقيه للوطن سندا وذخرا لتظل البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه آمنة عزيزة مزدهرة.